والشيف النهارده عامل لنا اول حاجه مقلوبه، مقلوبه باذنجان. بص حضرتك، احنا دايما بنغير في اكلنا، اوكي، ويبقى متوافق مع يعني بنحاول يبقى في متناول عندنا كله. النهارده هنعمل مقلوبه. طيب نقول المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اتفضل، دي ولا دي اللي انت اللي انت عايزاه؟ عايزه. عندي دجاج او لحمه حسب الرغبه. اللي هي ممكن ايه احلاها؟ هي اصلا بتبقى باللحمه، لكن انا بغالب بعملها بالدجاج عشان تبقى افضل ورخيصه شويه. ورخيصه بالظبط زي ما احنا متفقين بالظبط السنه كده. دي في مود. بتنجان ورز بلدي وبصل وتوم وحبهان قرنفل فلفل حار طماطم كزبره خضراء جوز الطيب قرفه خشب قرفه ناعمه مرق وعندي بهارات ملح وفلفل وزبده او زيت. تمام. بص يا ست الكل. نعم يا استاذ. نظرا لظروفنا في البرنامج، لا في مصر عموما عشان الوقت، بجيب انا بعمل دلوقتي قدام حضرتك اهو. قولي دي الخلطه اللي بتاعتي اهي. اه انا هحطها على النار وابدا اعمل النسخه بتاعتي. طيب عشان دي بتاخد ساعه الا ربع على رز من الشجر. أوكي. او نص ساعه. طيب. بجيب انا بص كده ده كده اهو. وهتقول لي ايه؟ طبعا انا بس عايزه اشكر زميلنا اللي مش عايز يقول اسمه من السي بي سي اللي سدد الحاله دلوقتي، حاله بتاعت عمران، انا بشكرك جدا جزاك الله خيرا. وكده ال 1085 اتسدوا لعمران، وكده الاربع غارمين النهارده فكينا كربهم وسددنا دينهم. الله 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 الله، ربنا يجعلهم ميزان حسناته. بص بقى يا ست الكل، احنا عملنا ايه هنا؟ ده البتنجان بتاعي. انت عملت ايه دي اصلا؟ دي بصل على النار، بصل على النار مع القرنفل الاول، بس مع ماده دهنيه بحطه، وبعدين بنزل معاه بالثوم. طب ما تيجي نعملها. ما انا هعملها، بس دي لازم احطها على النار دلوقتي، يعني دي انا بعمل نسخه عشان ما تاخدش وقت عندي، والتانيه هعملها قدام حضرتك على النار. ايوه. ولا انت عايزين نطلع منظره قدام الناس وما نعملش الشغل؟ بنعمل الشغل. بس انت يعني دي اللي احنا عشان تلحق تستوي يعني. بالظبط كده. ده البتنجان برصه على الحروف اهو. تمام كده يا ستي؟ ماشي كده. هتساعدك انت بتعملها كام طبقه؟ حطي، مش مشكله، مش هقص. تقل يعني؟ تقلي. المهم حضرتك ان احنا ولازم البتنجان يبقى رفيع قوي كده. هو مش رفيع، بس هي جت معاه كده، هنعمل له عشان كده عملناه دبل. ده انا حتى ما عملوش، ده انا اشطر منه. مع دي النيل عليك يا جمال، اتبهدلت النهارده. انا قلت لك كده والله انا ما بهرج، انا لو انا قطعت بتنجان قطعه احسن من كده. انت عايز الصراحه ولا خلاص بنت بقى فضحت الراجل، حرام عليك. انا بتكلم بجد يعني انا بقول بجد. هو لا متقطع فجاب، متقطع جاهز من محل. من محل ايه؟ مش من السوق. من السوق. ماشي كده يا ست الكل. ادي بقى الرز بتاع البلد اهو، وكمان هتحط الرز. ده هياخد وقت كتير على مستوي، فانت عايز تقدمه يعني عقبال ما احنا نخلص ونرجع نعمله تاني. وادي الشوربه بتاعته اهي، ونحطها على النار. طبعا لازم نحطها كده اهو. اوكي، نطفي دي كده ونروح عاملين كده اهو. ماشي كده. اوكي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اشرحها بقى. هنعملها مش هنشرحها، اعملها بقى. الله، وانا بس ما عندناش بتنجان زياده. لا عندي كل حاجه، تلاقيش. ما احنا قلنا البتنجان خلاص بقى مش مشكلة. طيب خلاص ماشي. ماشي، هنجيب طاسة على النار. علشان تعمل لي اليخني اللي هي بتاعت اللي انت بالظبط كده. بالظبط كده بتاعت الفراخ بتاعت الفراخ والبصل اللي احنا حطيناها حواليه. يخني يخني عليا، يخني عليكي يخني. طيب كده هنحط مادة دهنية. ماشي، ادي بصل. طيب اهو، قبل ما انت تعملها لي بقى، انا كنت بتكلم، انت عارف احنا الايام اللي خلاص نزل الجنيه الورق، هينزل 50 قرش وهينزل ربع جنيه. نزلوا. اكتر حاجه بتضايقني واكتر حاجه يعني الحكومه بتنادي بيها دلوقتي ان احنا نحافظ على الـ 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 العمله بتاعتنا. حلو. شايف اليورو عامل ازاي؟ عمرك مسكت 10 يورو ولا 5 يورو لقيته مكتوب عليهم او متقطعين؟ انت شفت في اوروبا واحد بيبيع خضار قاعد على الارض؟ في اوروبا؟ بس شفت شحاتين مع كلنا عندنا كده، بس انا بصي نفسيا. اللي بياخد القرش ده، الراجل اللي قاعد على العربيه كارو بياخد الجنيه مش بحطه في الدرج، بحطه في جيبه. ايوه انا هو لازم يتكسر. لا انا مش مهم يتكسر، انا ما بقولش يتكسر، انا بتكلم في حته ان احنا بنكتب عليها. لا لا دي موضوع تاني بقى. لا لا معلش، انا اسف. كنت بتكتب على الجنيه؟ بتكتب ولا ما بتكتبش؟ مش عارف ايه الذكرى، مش عارف ايه. ايوه، ما كتبت ولا ما كتبتش؟ لا انا ايام ما كنت جعان. لا ما كنتش جعان، كنت حبيب. ايوه ايام ما كنت. غير الموضوع بقى عشان ما نقلبش المواجع. بالله انت مين؟ كده يعني. ما هو اصل انا امي. الو؟ عشان كده اتخضيت. الو؟
ازيك يا مفيدة؟ ازاي حضرتك؟ انت عارفة ان انا ماما اسمها برلانتي برضو، فانا اول ما قالوا لي السنة اللي فاتت ما اول ما قالوا لي برلانتي قلت لهم برلانتي يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة حبيبتي، وانت طيبة. ازيك يا شيف عبدو؟ مساء الفل على عيون حضرتك. ازيك عامل ايه؟ مساء الهنا على عيون حضرتك. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا فندم. ايه يا عم انت كده ما بتسألش في اصحابك ولا ايه؟ نعم؟ ما بتسألش أصحابك. في اصحابك ليه؟ ما بتسألش على اصحابك ليه؟ حد يقدر يسأله؟ انت مين؟ الحاجة برلانتي اللي من عين شمس. مين؟ الحاجة برلانتي. اهلا يا حاجة، ازيك؟ ما بتسألش على اصحابك ليه؟ شايف ليه؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتوا طيبين. وعودة الايام يا ست الكل. ربنا يخليك يا برلانتي، ربنا يخليك. انا عايزة كبسة سعودي. اهي. احنا لسه مش كنا، مش هي دي كبسه اللي احنا مقلوبه ولا هنعمل لك كبسه حاضر؟ كبسه السعودي غير المقلوبه. هي كبسه غير المقلوبه؟ كبسه غير المقلوبه. حاضر. بس عايزاها على طريق الشربيني. حاضر. وهي الاكل كله النهار، الاكل كله في شافه مفيد على طريق الشربيني. ماشي. كل سنه وانت طيبه يا فندم. وانت طيب. اهلا بيكي. بص بقى يا ست الكل، ما بتسالش ليه؟ طب خلينا في موضوعنا. هنا توم. ما بتسالش ليه يا شربيني؟ والله الدنيا تعالها يا بنتي. اهو بنتي. ماشي ماشي. اللهم كده هنا صايم. ادي حطينا هنا بصل، ماده دهنيه، قرفه ناعمه، قرفه خشب، قرنفل، شويه زعتر صغيرين، شويه فلفل حرين حسب الرغبه. تمام. ايه تاني؟ ادي شويه حبهان. هتحط عليها حبهان؟ اوكي. ورق لورو كمان. ماشي. وجوز الطيب كمان. ماشي. حلو كده يا ست الكل. وايه؟ وادي معلقه طماطم. الطماطم مش كتير. ماشي. اهو. عندنا حد من اسكندريه، اسام. وسام. وادي شويه الشوربه. اسكندريه. وسام من اسكندريه، معلش انا عندي مشكله في الايربيس والحب. وسام ازيك يا وسام؟ الو مفيدة. اهلا اهلا يا وسام، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ انا كويسة الحمد لله يا حبيبتي. بجد انت جميلة جميلة، شخصية زي العسل. ربنا يخليك. وعارف عارفة اروح للبرنامج جميل جدا جدا يعني. ربنا يخليك يا وسام. ربنا ينجح لك بنتك يا رب، وتشوفيها اسعد الناس كده يا رب. يا رب حبيبتي يا رب ان شاء الله. وتسلم ايدك يا شيف شربيني على الحاجات الجميلة اللي بتعملها. كورك يا فندم، ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك. عايز تعرفي حاجه اصبح عليكم يعني، واقول لك بجد يا مفيده انت جميله جميله. ربنا يخليك يا حبيبتي. ميرسي. بشكرك. ربنا يخليك يا حبيبتي. ميرسي. وتحياتي لاهل اسكندريه كلهم. ده قالت لك ايه؟ نعم. قالت لك مفيده. طبعا. وبشكر الشيف شربيني. انت اساسا في بيتي. انا في بيتك، انا ضيف عندك. لا 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 لا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الهدوء ده؟ متواضع. ايه التواضع ده؟ ده كله عشان ما اسالكش. كل يوم ضرب ضرب ضرب، مفيش يوم حنيه. لا هو مفيش حنيه، وانا عمري شفت منك حنيه. اهو حنيه دي كده حنيه. انت عايز ايه تاني؟ انا عايز اعرف اخر مره كتبت فيها الى الابد على ربع جنيه كانت مع مين؟ بجد يا شبيني، بجد احكي لي بجد. وده كان من زمان. انت كان من يعني من كتير. البوكس واقف قدام البيت. لا ما تقلقش حبيبتي حبيبتي. كنت عندك كم سنه شربيني لما كتبت الى الابد؟ 16 سنه. كانت بنت الجيران يا حبيبي ولا مين؟ الجيران. كانت جنبينا. طب وشمعنى ربع جنيه؟ ما لقيتش غير ربع جنيه. هو كان المعامله كده يمين. كان ده اخرك؟ كان ربع جنيه. اخر ربع جنيه. وكنت رايح على الجيش، طلع الوحده. فكانت طلع عليه الذكرى الخير. هي ادتني اول ربع جنيه من جيبها عشان اكمل بيه. هي سلفتك ربع جنيه. سلفت ربع جنيه. وانت عملت ايه؟ رديته لها تاني بقى. فكتبت لها بقى ايه؟ عليه الذكرى الخالده. والتاريخ. والتاريخ. وشربيني كان ساعتها ولا بقى كان عبده؟ عبده. حلو حلو الذكرى. طيب ومن ساعتها صاحبك الربع جنيه معايا. الربع جنيه معاك؟ لا معاها. معاها لسه معاك؟ هي فين بقى؟ الله اعلم. يا صاحبة الربع جنيه كل سنة وانت طيبة ولسه سامعانا. عموما اهو بقى الحركات دي احنا مش عايزين نعملها. لا هو بصي، بس كان في زمان جهل يعني، على ايامنا كان في جهل. ايوه احنا عايزين من هنا ورايح نحافظ على العمله الجديده اللي نازله يا جماعه. انا عارفه ان احنا ولاد نكته واحنا دمنا خفيف، بس حافظوا على العمله. لحظه دي معايا. ايه بقى بتعملي كده؟ بريبريشن. لا لا بصي حضرتك، بصي بتتحرك. بريبريشن لا بتتحرك. مهم جدا عشان لما تيجي تقلبيها تبقى طارق. تتقلب معاك. اوكي. شبه انت واخده بالك ولا لا؟ ايوه بتتحرك. من جوه. واحنا عملنا دي اهي، ده هو دي نفس بس كل اللي احنا عملناه البتنجان. البتنجان بس كده. بس كده عرفنا حضرتك. طيب حلو قوي. خليها تكمل سواها عشان اخدها وانا ماشي. ماشي عشان اتوتر بيها. ماشي بالهنا والشفا.